يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. هذا الباب عقده المصنف من أجل أن يبين أدبا من آداب الاستئذان، وهو أن المستأذن إنه إذا قيل للمستأذن من أنت فإنه يصرح باسمه، يقول أنا فلان، أو يقول باللقب الذي يعرف به أو الكنية التي يعرف بها، ولا يقول أنا كما هو منتشر عند الناس. إذا استأذن أو قيل من أنت قال أنا، وهذه حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكرهها. فلذلك إذا استأذن المستأذن وقيل له من أنت فإن السنة في حقه أن يصرح باسمه، وذلك لأن الذي يسمع قد لا يعرف الشخص من صوته، وقد تختلط عليه الأصوات، ولكن لا تختلط عليه الأسماء ولا الألقاب ولا الكنى. فإذا قلت بكنية تعرف بها أو لقب تعرف به أو باسمك الصريح فإن هذا هو السنة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى عددا من الحديث الدالة على هذا الحكم الشرعي، فقال: وعن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قطعة من الحديث، قال: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، يعني طلب الإذن في الفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن يقال، قال: والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. المصنف رحمه الله تعالى من فقهه ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام عندما يعني عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا فاستفتح، يعني استأذن في الفتح، فقيل: من؟ فقال: جبريل. صرح بالاسم، قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فدل على أن السنة أنك تصرح بالاسم، باسمك أنت واسم من معك. وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى أن ذكر هذا الحديث في هذا الباب. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت أبو ذر. متفق عليه. وهذا أيضا يدل على هذا المعنى، أنك إذا سئلت سواء في الاستئذان أو في غير الاستئذان فإنك تصرح بالاسم، لأن عدم التصريح يوجب الوحشة والنفرة والشك والريبة عند الذي يسألك. فهذا أبو ذر عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر، وهذا في غير الاستئذان، في العموم إذا سئلت من أنت فقل أنا فلان ابن فلان، حتى لا يدخل على الذي أمامك الشك والريبة. أما إذا كان الرجل لا يعرفك أبدا ولا يستفيد من ذكر اسمك فإن هذا لا يلزم، ولكن الكلام في هذا الحديث على من يعرفك إذا قلت اسمك فإنك تصرح بالاسم حتى تذهب الوحشة والنفرة. قال: وعن أم هانة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة، قال: وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانة. متفق عليه. فهنا أيضا تصريح أم هانة أنها أم هانة، صرحت بكنيتها كما ذكرنا أنك إما تصرح بالاسم الصريح أو بالكنية إذا كنت تعرف بها، أو باللقب إذا كنت تعرف به. فأم هانة معروفة،
ما قالت اسمها الصريح، قالت أم هانة، لأنها معروفة بأم هانة رضي الله عنها وأرضاها. آخر حديث في هذا الباب حديث جابر، وهو يعني مما يقع فيه كثير من الناس. قال عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقلت: أنا. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أنك تقول أنا أنا، وإنما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول اسمك الصريح أو كنيتك أو لقبك الذي تعرف به. ولذلك كره من جابر أنه قال أنا، فقال أنا أنا يعني على وجه الإنكار. وهذا الذي يقع فيه اليوم كثير من الناس عند الاستئذان، يقول أنا أنا ولا يصرح باسمه. لذلك السنة أنك تصرح بالاسم حتى تذهب الوحشة والنفرة. فهذا آخر باب في هذا حديث، آخر حديث في هذا الباب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.